بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معادنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة طقس هيكون مائل البرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب البلاد، لكن بالليل الجو هيكون لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل أو الساعات الأولى من الصباح بيكون في شبورة مائية صبحة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، حابين نطمن منك عن حالة الطقس النهاردة، خصوصا أن حضرتك امبارح قلت لنا أن في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة. بالفعل يمكن احنا من اليوم هنبدا ارتفاع تدريجي في درجات الحراره. اليوم درجات الحراره ترتفع عن الامس بحوالي درجه لدرجتين، لان بالامس سجلنا عظمى على القاهره الكبرى 28 درجه مئويه، اليوم متوقع ان هي تكون 30 درجه مئويه بالنسبه للقاهره الكبرى. الارتفاع ده بيشمل اغلب محافظات الجمهوريه، لان احنا هنتاثر بكتل هوائيه صحراويه قادمه من صحراء شبه الجزيره العربيه، فتدريجي هيكون في ارتفاع في درجات الحراره، في كمان زياده لفترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار، فبالتالي خلال فترات النهار ويمكن تحديدا فتره الظهيره هنحس بالاجواء الحاره على القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، اجواء دافيه على المحافظات الساحليه المطله على البحر المتوسط، أجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، ده هيكون خلال فترات النهار. خلال فترات الليل تدريجيا مع غياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير وبشكل ملحوظ في ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر. الأوقات دي هتكون أوقات مائلة للبرودة في أغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والشمال الصعيد، أجواء معتدلة على جنوب الصعيد خلال فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر. بالإضافة كمان إن إحنا مع فترات المساء وساعات الليل الأولى بنبدأ نحس بنشاط نسبي للرياح، ده هيخلي في إحساس بالأجواء اللطيفة فترات الليل والأجواء الباردة خلال فترات الليل. فترة الصباح الباكر بالفعل تتكون شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتكون شبورة مائية خفيفة بتتلاشى فور سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا على الساعة 7 صباحا تبدأ الشبورة المائية في التلاشي ما تأثرش على حركة المرور. تدريجي زي ما قلنا هيكون في ارتفاع في درجات الحرارة حتى نهاية هذا الأسبوع، ذروة الارتفاعات هتكون يوم الثلاثاء والأربعاء الجايين، توصل العظمى على القاهرة الكبرى 34 إلى 35 درجة مئوية خلال فترة النهار، فعلى مدار هذا الأسبوع كله الأجواء هتكون أجواء حارة فترة النهار، فمهم جدا ناخد بالنا من فترات الليل لأن هيكون فرق بين فترة النهار وفترة الليل بيتجاوز ال 12 أو ال 14 درجة مئوية في بعض الأيام، أجواء فترة الليل هيظل فيها بعض البرودة، فمهم جدا كل السادة المواطنين ناخد بالنا نخفف براحتنا خلال فترات النهار. أيوة فترات الليل لازم نحافظ ان ما تكونش ملابس صيفيه، بالفعل ما تكونش ملابس صيفيه، او حتى ممكن نصطحب معانا جاكيت خفيف لو احنا بنرجع من اشغالنا فتره الليل متاخر او بنخرج فتره الصباح الباكر، خصوصا كمان ان الرطوبه مش مرتفعه او فما بنحسش بدرجه حراره الجو المرتفعه خلال الايام دي. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، عضو مركز الاعلام بهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لحضرتك. خلونا نتابع دلوقتي درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره والعظمى 30 والصغرى 18، العاصمة الإدارية 30-18، إسكندرية 24-17، العلمين الجديدة 23-17، مطروح 23-17، دمياط 24-18، بورسعيد 24-18، الإسماعيلية 30-18، السويس 29-19، العريش 24-17، كاترين 30-10، طابة 31-18، حلايب 30-20، شلاتين 32-22، شرم الشيخ 33-22، الغردقة 33-21، الفيوم 31-19، بني سويف 31-18، الوادي الجديد 34-19، أسيوط 32-19، سوهاج 35-20، قنا 37-21، الأقصر 37-21، وأخيرا أسوان 38-22. في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة النهارده وعلى مدار الأيام القادمة، لكن نخلي بالنا في الساعات المتأخرة من الليل لأن بيكون في انخفاض أيضا ملحوظ في درجات الحرارة. هرجع مرة تانية لشاذلي وجمانة عشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. نشكرك يا دينا، شكرا جزيلا.